الشمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين. السلام عليكم، مش اخباركم؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا العيد يدخل عليكم بالصحة والعافية والهنا، ويا ربي ترفد علينا هذا الوباء وترجع لنا حياتنا الطبيعية يا ربي. نتمنىها من كل قلبي لكل واحد فيكم كيشوف فيا والأمة الإسلامية جمعاء. هذا الفيديو كما قلت لكم في الفيديو اللي فات غادي يكون خاص بالعيد. هاد تقاسمت معكم الطبيلة ديالي كيف قدمتها، درت حليوات، درت هاد الحليوات اللي راكم تشوفوا فيهم كلهم صوبتهم ببات وحدة، هي اللي درت ان سول بات وشكلت شكيلات مختلفين. غنتقاسم معكم لي غوسيت في الاخر ديال لي فيديو. بيان سور القراش الحاضرين في العيد ضروريين، المسمن كذلك. وصوبت هاد الكنافه بواحد لاكريم زوينه لذيذه كتجي سميتها لاكريم فرانجيبان، دونك حتى هي لا غوسيت ديالها غادي نتقاسمها معكم في هاد لا فيديو. ايوا كما العاده باش نعطيو القيمه لاي حاجه كنديروها. بيان سور حنا وليداتنا راهم في واحد العصر اللي الكسوه ما بقاتش كيشريو دائما، ماشي بحال ملي كنا حنا صغار الكسوه العيد كنستناوها هما، بحيث كيشريو دائما ولات الكسوه عندهم يعني عادي، كي تقولي له نشري الكسوه في العيد بوف وابخي ما. دونك حاولت نحطها لهم بواحد لا فاسون لي يعني باش بحال كنقولوا نعطيها قيمه باش حتى هما يشوفوا هذيك القيمه فيها. دونك حطيت دي بوكس كان مهم عندي في الدار، وحطيت لكل واحد حويجاتو. بحال بنتي درت لها لاغوب، حطيت لها هكاك، درت لها السنيطال ديالها، لي زاكسسوار اللي غتلبسهم في العيد، والسويك بحال البارفان البوندو. المهم حطيت لها بواحد لا فاسون اللي غادي تجيها ديفيرونط وغادي تحلى في عينها باش يبان لها بلي هاد النهار راه سبيسيال، يعني كسوة العيد راها ماشي بحال الايامات الاخرين، ماشي بحال الكسوة اللي كتشري براتيكمون شاك دو سومان. ولا بالنسبه لوليداتي عاوتاني لا ميم شوز، حطيت لهم سبيبتاتهم كسيوتهم. الحقيقة فاش جاو من ليكول وشافوا هذاك الشيء مقادد ومصاوب عجبهم الحال، حيت انا اول مره ندير هذا الشيء. حنا مالفين في المغرب العيد كان عنده قيمته بالحباب بالجو ديال العيد، ما كنا محتاجينش زعما نديرو دي جيست بحال هادو باش يبان راه عندنا العيد. هنا نو، هنا الا ما خلقناش الجو لداخل في دارنا في قلب الدار ما غاديش تلقاه برا، ولا تلقاه عند الناس، ولا عند زعما عند الحباب، ولا ما كاينش. دونك خاص تكون داك النهار مختلف في الدار لداخل. ايوا بانت لي هاد الفكره درتها. دونك دابا غادي ندوزو لي غوسيت. دونك بالنسبه للمقادير اللي نحتاجو في لاباط، غادي نديرو اون بات سابلي، غادي نحتاجو 3 د البيضات، غادي نحتاجو فيها جوج كيسان ديال السكر، نحتاجو فيها 200 غرام ديال الزبده تكون بوماد، دونك خصها تكون خرجتوها لا في من الثلاجه، ولا نحتاجو فيها كاس ديال الزيت، ونحتاجو فيها كاس ديال لا بودغ داموند. الا ما كانش كاينه غير اللوز يتطحن به بقشور ويتمسح مزيان ما يتغسلش ويتطحن بقشور، واحد لا غوت ديال فانيجيل الا كانت. المهم الفو ايفيتي الزا باسكو هي كتقصح لا بات من بعد، والفارينه داك الشيء على حساب بقيت كندير في الحقيقه ما درتش العبار لان ما عارفاهش اصلا، دونك بقيت ندير كي تجمعت لي لا بات ديالي حبست. دونك اول حاجه كنخدموا الزبده والسكر والبيض، نخلطوهم كاملين ونخدموهم. هي الا كانت الزبده ما دايباش مزيان الفو ميو تخدموها مزيان بلي تتولي بوماد، عاد نخلطوها مع السكر والبيض. انا خدات لي بلوس دو طون باش تخدم، لان حتى كما نقولوا بديت نخدم عاد لقيتها يعني ماشي ما دايباش مزيان، دونك خدات لي الوقت باش نسجمو لي الاخر. ومن بعد نزيد الزيت ونزيد لا بودغ داموند وديك القطره ديال الفاني، عاوتاني نخدمهم. البنات هاد لاباط راه ما خصهاش تدلك،
خصها غير الريسان ديال الصبع، يعني كاع لا بوم ديال لا ما تقيسوش بها، غير الريسان ديال الصبع نخدموا بهم حتى لافان ديال لا غوسيت، سينو من بعد غادي ديفورما لكم الكادو. الوغ ها هي لا تيكستور ديالها، ماشي جاريه باش متعذبش وماشي قاصحه بيان سور. هاد لاباط صوبتها لا في، درتها في لي ساشي قسمتها على ربعه ودرتها في الثلاجه باتت ليله كامله. لو لوندوما نجيبو بلاستيكا، يفو ميو بلاستيكا، انا درت بابي سولفيريزي ولكن كيعذب، ونديرو بلاستيكا ونديرو فيها فوق، نديرو لاباط ونديرو فوق منها عاوتاني بلاستيكا ونسرحو مزيان بالمدلك كما كتشوفوا في الصور. حاولوا يكون ما امكن داكشي يعني نيفو واحد، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه، سينو غادي تجي كاطويا كبيره وكاطويا صغير. من بعد خديت هاد ليمول وبقيت جبت قطعه شويه كبر من هذاك المول باش من نجي نحطها تجيني طالعه شويه على جناب. صافي وبديت نهز هادوك الدويورات ونصاوبهم ونطلعهم شويه على الجناب بس كون بعد غادي نعمروها. وبقيت غادي هكا حتى كملت. جبت ان اوتر مول اوفال هاد المره باش يجوني جوج شكلات مختلفين وصافي. وثاني نفس الطريقه، ما كانش عندي قطعه اوفال دونك غير هادوك الدويورات بقيت كنشكلهم مزيان باش جاولي في هاد زعما في هاد المول هذا. وحتى كملت دخلتهم للفران واحد 10 دقائق تشمخو مزيان، ومهم على حساب الفران 10 دقائق ربع ساعه، المهم الواحد يحضي معاهم. وهنا دوزت باش نصاوب واحد الفينونسي دونك المقادير ديالو، غنحتاجو فيه 165 غرام ديال السكر كلاصي، 65 غرام ديال الطحين، 60 غرام ديال اللوز بودره، وغادي نحتاجو فيه عاوتاني راس معلقة ديال خمارات الحلوى، وتسعين غرام زبدة نوازيت كتكون باردة، ومية وخمسين غرام بياض البيض. ولا كان عندكم لاغوم ديال الفخيز ديروها، انا ما درتوش حيت ما كانش عندي. وغنحتاجو ملون احمر. دونك اول حاجة غادي نديروها، غادي نديرو لابودغ داموند في الروبو، نزيدو عليها داك الدقيق، السكر ديالنا كلاسي، وخلط غير دوره باش يتخلطوا لي المقادير النواشف ونفيت، وزدت عليهم دابا البيض. وتاني حركت واحد شي شويه على ما ندمجوا لي هذوك داك الخليط كله، وزدت الزبده هنايا ما زورت هذيك الزبده نوازيت زدتها حتى هي، وخلط وشوف زدت جوج نقطات ديال الملون لا غير، لان لا كثرنا كيمرار. وتاني خلطتها باش عطاتني هذا اللون. صافي كنديروهم في لابوش باش تجينا سهله. ديك لابوش كنوقفوها في كاس يكون شويه طويل باش ما نبقاوش نوسخوا الدنيا ونحتاجوا اللي عاوننا ايتو. صافي ندخلها مزيان ومن بعد نخوي الخليط ديالي فيها باش تكون عندنا خدمه نقيه. صافي ها هي، وغادي نبدي نعمر في هذوك هادوك لاباط صابلي اللي كنت طيبتها، ماشي كلشي بيان سور، هذا نوع من انواع اللي غادي نصوب هذيك لاباط اللي درت، لان راني درت داك عندي غير جوج مول، ولكن ملي درت وعاودت ودرت عاودت كملت ديك لاباط كلها باسكو ما عنديش بزاف. الو هنا غير واحد فيهم اللي غادي فان جوج، هاني عمرت جوج، واحد هاني درت عليه السكر كلاصي هذاك اللي اوفال، والاخر خليته نورمال. ثاني هذا شكل اخر غادي نديرو، غناخذ الشوكولا بلون غادي ذوبتها تو سامبلومون، كنحط في وسطها هاد لي فخويسات اللي عندي، لوز كركاع بيستاش نوازيت، داكشي اللي كان عندي طحنتهم كاملين غير شويه، طحنتهم كاملين وقطعت شويه ديال الزبيب وصافي. دابا كندير الشوكولا، كندير ديك المغصو ديال لي فخوي، وكنحط هذاك الصابلي فوق منهم وهكذا حتى يكملوا، من بعد ندخلوهم للثلاجة. البنات ما قلت لكمش واحد الملاحظه، الصابلي في الاول فاش يطيب ما تجبدوش هو عاد حامي، الا جيتو تجبدوه عاد حامي راه غادي يتهرس، دونك اي فو ميو تدخلوا شويه للثلاجه يقبض راسو ولا الكونجيلاتور كاع الا كنتو مزروبه، حيت انا كنت مزروبه باسكو عندي غير مول واحد وكان خصني نخدم،
ندخلو الكونجيلاتور واحد 5 مينوت صافي كيتشد راسها مزيان، عاد نديمولي ونكمل الخدمه ديالي اكسيتير. هذا ستيل اخر جبت هذا للديكوريشن عاوتاني، اختاريت هذاك دوغي درت غير تما في الوسط، حاولت نكحزو الجناب. المهم هنا المخيله كتخدم ديالك ولا واحد وصافي، هذه متقريها لك حتى مدرسه. المهم درت هكا وصافي، بانت لي قلت على الله تعطي نتيجه زوينه، والمهم النتيجه كانت صافا عليها. المهم بامال بعد درت شوكولا عادي سومي سكري ودوبتها ولصقتها من الفوق. هذه الكنافه نفس العجينه عاوتاني، واش هي درت هاد المول هاد القطاعه كبيره، وش درت هادوك لي مول ديال الكاغط لي شفت هادو ومن بعد ثاني صايبتهم. لاباط ديما البنات راه حتى الاخراني درت لا ميم شوز، يعني تقبو بالفرشيطه باش ما تنفخش في الوسط. وصافي دخلتها الفران ثاني واحد 10 دقائق لان عاد غطيب من بعد. ودابا من طابت لي نص طيبه غادي نجي نصاوب لاكريم. الوغ لا كريم فرانجيبان نحتاجو فيها 120 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر سمول، جوج بيضات، وهذا 120 غرام ديال لا بودغ داموند. في الاول ضربت البيض مع السكر مزيان وزدت لهم لا بودغ داموند. الا كان عندكم لاغوم كراميل كيجي زوين معاها، انا ما كانش عندي ما درتوش. صافي ودرتهم في لابوش كيما العاده، وعمرت دوك لي مول ديالي. هنا شديت الكنافه حليتها مزيان، درت عليها لو بور نوازيت اللي كنت مصاوبات، وصوبت كونتيتي اللي تكفيني في كاع لا غوسيت ديالي وخليتها عندي. صافي كيما عمرتها مزيان بديك الزبده صافي كنحطوها بهاد لا فانسون. البنات هاد لا كونتيتي اللي راني نديرها راني من درتها للفران هبطت ولات غير شويه، يعني من طابت لي واحد نص طيبه ولا ركبت عليها وليتها هبطت، خرجت الصني وليت زدت الكنافه باش تجي زعما هكاك هميه وطالعه. الا درتو غير هادشي اللي راكم تشوفوا راه غادي تولي غير شويه، ولكن في الاول ما تقدرش ديري بزاف لانها تبقى تطيح في الجناب. دونك هاني قلت لكم شنو هذه هي النتيجه، ولكن راني زدت ماشي زعما صافي ما حدها حاميه، كنت ندير عليها العسل وثاني داك لي فخوي اللي كانوا شاطو لي كنت مقطعاهم قبل زوقت بهم. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الطبيله ديالي ديال العيد. زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد غردت وترنمت ترثي على الورقة. وهكذا نجي لنهاية الفيديو، كنشكركم بزاف ونتمنى تشجيعاتكم باللايكات والبارتاج للفيديو اللي عجبكم. ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي لهلا يخطيكم، وشكرا على الميساجات ديالكم زوينين ديما كنقولها. وتبارك الله عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد قريبا ان شاء الله. السلام عليكم. يا شمس العشيه امهل لا تغيب.